ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو رافدين الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم. أهلا وسهلا. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. مرحبا بك معنا دكتور عبد الوهاب. يبدو أن الدكتور لا يسمعنا الآن. نبدأ معك دكتور حاتم. إنشاء ميليشيا جديدة لقوة جوية، أو هذه الميليشيا ميليشيا الحشد لقوة جوية جديدة، يؤكد أن هذه الميليشيات ذاهبة لصناعة دولة داخل الدولة. إلى أي مدى يعبر هذا التشكيل الجديد عن تغول هذه الميليشيات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أنا أعتقد بأنه مسألة تشكيل قوة جوية للحشد الشعبي تعطي رسائل متعددة. أولا، دائما القوات المسلحة في أي دولة تتكون من ثلاث قيادات رئيسية: القوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية، وهناك قسم من الدول تضيف لها قيادة الدفاع الجوي، فتصبح أربع قيادات رئيسية في البلد. عملية تشكيل قيادة قوة جوية للحشد الشعبي تعطي رسالة واضحة بأن من يدير البلد ومن يسيطر على الأمور في العراق هي ميليشيات الحشد الشعبي. وطالما تكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا بأن تغول ميليشيات الحشد الشعبي أصبح كبير جدا، بحيث سيطرت على المؤسسات العسكرية والمؤسسات السياسية للبلد وحتى المؤسسات الاقتصادية. عندما تشكل قوة جوية يجب أن تكون لديك تخصيصات مالية لكي تستطيع من خلالها بناء هذه القوة الجوية. ما يقوم به ميليشيات الحشد الشعبي هو على غرار ما موجود في إيران. الحرس الثوري الإيراني هي نسخة مطابقة لما تم تشكيله في إيران خلال الفترة الماضية. تشكيل القوة الجوية يعطي دلالة واضحة على أن هناك دولة أخرى تنشأ بمؤسسات كاملة توازي مؤسسات الدولة العراقية. وإلا ما وظيفة القوة الجوية العراقية مثلا؟ علما نعم، لا دعني أقول بأنه أصلا هي القوة الجوية العراقية هي ضعيفة بشكل كبير جدا، وغير قادرة حتى على حماية الأجواء العراقية. كيف يتم تشكيل قوة جوية ثانية لميليشيات الحشد الشعبي في وسط هذا الإفلاس الحكومي الكبير جدا، بحيث العراق عليه مديونية بأكثر من 120 مليار دولار؟ العراق يعاني من نقص في الخدمات كبير جدا، هناك مدن مدمرة بشكل كبير جدا، وغير قادر على كثير من الأمور. كيف يستطيع الآن أن يقوم ببناء قوة جوية؟ أن بناء هذه القوة لن يكون بتمويل عراقي. أكيد، هم الدعوات الآن يريدون أن يدخلون طهران على الخط، ينادون الآن بشراء بعض المنظومات من طهران، علما أن طهران هي أصلا متخلفة في هذا المجال عدا منظومة الأس 300 التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي. ولكن مع هذا، حتى لو تم وجود هذه المنظومة في العراق، فأنا أعتقد بأن هناك طائرات قادرة على أن تخترق هذه الأجواء، ولن تكون هذه المنظومة قادرة على كشفها، مثل الشبح، طائرة الشبح الاف 35 المتواجدة الآن لدى إسرائيل. أنا أعتقد بأن هناك إشكالية كبيرة جدا في عملية إدارة الدولة وفي عملية إدارة المؤسسات الحكومية. بالحديث عن هذه المؤسسات، المعذرة عن المقاطعة، بالحديث عن الجانب السياسي، ربما ننتقل لدكتور عبد الوهاب القصاب لكي يحدثنا عن الانعكاسات السياسية بعد خطوة ميليشيا الحشد لإنشاء قوة جوية. ما هي هذه التداعيات على الجانب السياسي تحديدا؟ يعني مرحبا، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين ولزميلي. الموضوع حقيقة يعني يتعدى التداعيات السياسية. إذا ما نظرنا إلى تداعيات سياسية داخلية، لا أظن أن هنالك قوة بإمكانها أن تقف بوجه ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في العراق. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية، إذا ما حاولنا أن يعني نتجاوز إلى التداعيات الخارجية، التداعيات الخارجية محصورة تقريبا بجهة واحدة، المتحدة والولايات المتحدة حقيقة عن عمد أو عن غير ذلك هي من سبب تغول هذه الميليشيات في العراق. ساعدتها، أمنت لها الغطاء الجوي في مراحل معينة، ساعدت في تدريبها، ولذلك فإن يعني لا أتوقع أن هنالك جهد معين مركز سيوجه من هذا الجهة. لكن من ناحية الانعكاسات السياسية الإقليمية، سنشهد تغولا إيرانيا أكبر في العراق. امتداد اليد الإيرانية إلى داخل العراق ستكون أطول
الحاق الاجواء العراقيه بمنظومه الدفاع الجوي الايرانيه، كما نسمع او يعني الاصوات التي نسمعها من هنا وهناك من سواء من ميليشيات الحشد من جهه او من الدوائر السياسيه الموجوده في العراق، ومن ضمنها حتى لجنه الدفاع البرلمانيه كما لاحظت قبل فتره وجيزه انهم يدعون الى التوجه لايران لشراء الاسلحه. وانا هنا اثني على ما قاله زميلي ان هي ايران اساسا متخلفه في هذا المجال، يعني ليس لديها القدره على حمايه اجوائها، و يعني لو حصلت اي تجربه للخرق الجوي لايران لا يعني بدا ذلك ممكنا، او بالحقيقه حصلت قبل فتره عمليه خرق جوي سريه مخابراتيه اسرائيليه عندما تمت السيطره على اطنان من الوثائق الخاصه ب قوات مجاهدي خلق العفو اسف قوات الايرانيه الحرس الثوري الايراني. نعم. دكتور حاتم، في الحقيقه المساله تثير الكثير من الاسئله، يعني انشاء خطه انشاء قوة جويه ليست مساله بسيطه، وانتم كمتخصصين في هذا المجال كم تستغرق من الوقت، كم تستغرق من التكاليف، الا تحتاج بالفعل الى دوله تقف خلفها او مجموعه دول تقف خلفها في هذه الحاله؟ نعم اكيد، مساله بناء القوة الجويه تحتاج الى امكانيات وقدرات عاليه جدا، ولكن بدايه دعني اقول بانه عندما تريد أن تبني قوة جوية يجب أن تكون لديك كلية تسمى كلية القوة الجوية. المسألة الأخرى، يجب أن يكون البلد واضح في مسألة التسليح، هل التسليح غربي أم التسليح شرقي، يعني العقيدة القتالية لهذا الجيش تدخل في مسألة التسليح بشكل كبير جدا. المسألة الأخرى حتى في مسألة البناء، هل هذه الطائرات أو القوة الجوية سوف تكون عقيدتها دفاعية مع عقيدة هجومية، حتى يتم شراء الطائرات بناء على ذلك أو بناء على التهديدات المحتملة التي يمكن أن يخوضها البلد. مسألة تشكيل القوة الجوية تحتاج أولا إلى كوادر تدريبية عالية جدا. لو قلنا الآن وسلمنا بأن الحشد سيقوم بتشكيل قوة جوية، من سيبيع الطائرات إلى ميليشيا الحشد الشعبي في العراق التي قسم كبير منها قد وضعت على لائحة الإرهاب الأمريكي؟ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وضع على قائمة الإرهاب الأمريكية من عام 1980 إلى يومنا هذا، الكثير من القيادات وضعوا على قائمة الإرهاب. المسألة الثانية، من أين ستأتي القدرات المالية لشراء هذه الطائرات، وأين سيكون تدريب هذه الطائرات، وكيف ستستخدم في الأجواء العراقية؟ هناك إشكالية كبيرة جدا في هذه المسألة، علما بأنه الحكومة العراقية ضعيفة بشكل كبير جدا بحيث لا تستطيع ردع هذه المؤسسة منذ زمن. هناك تضارب في البيانات الحكومية التي تصدر، ورأينا كيف تضاربت البيانات الحكومية ما بين القيادة الميدانية للحشد الشعبي برئاسة أبو مهدي المهندس، وما بين القيادة السياسية برئاسة فالح الفياض والحكومة العراقية من جهة أخرى. هناك إشكالية كبيرة جدا، الكل يعرف، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف، الدول العربية تعرف، الاتحاد الأوروبي يعرف، إن من يدير زمام الأمور في العراق هي ميليشيات الحشد الشعبي، هي من تسيطر على الدولة، وهي من تأخذ المبادرة في كل شيء بما فيها المواجهة المحتملة مع إيران في الفترة المقبلة، والكثير من التصريحات التي تصدر من قيادات الحشد بأنهم سيكونون جزء من القوى الإيرانية في مواجهة أمريكا. إذن نحن نتكلم عن تغول كبير جدا في هذه المسألة، وتحاول ميليشيات الحشد الشعبي أن تسيطر على كثير من مؤسسات الدولة، مثل ما فعلت في القوى البحرية عندما سيطرت على كثير وأرسلت كثير من الكوادر لغرض التدريب وما إلى ذلك. إذن هناك منذ البداية بناء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة لكي تسيطر على الدولة بشكل كبير جدا. لكن هناك نقطة، يعني في التصريح الذي تم الإعلان عن إنشاء هذه القوة الجوية، أن إنشاءها جاء بتخويل من حكومة عبد المهدي. النقطة الأخرى هي زيارة فالح الفياض لروسيا لعقد صفقة أسلحة. كيف تقرأ هاتين النقطتين في اللتين تصبان في دور الحكومة في الإعلان عن هذه القوة الجوية؟ نعم، بداية دعني أقول بأن منظومة الدفاع الجوي العراقية هي متخلفة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى القوة الجوية العراقية، بحيث لو جئنا إلى مثلا تركيا عندما اخترقت الطائرة الروسية الأجواء التركية لمدة 17 ثانية تم إسقاط الطائرة. أما الأجواء العراقية فهي مخترقة من كثير من الدول الآن، بما فيها إسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها شمال العراق، هناك اختراقات كبيرة جدا لهذه المسألة.
نحن نتكلم عن منظومة دفاع جوي ومنظومة قوة جوية في العراق هي متخلفة أصلا بشكل كبير جدا، فإذا ما أرادوا يجب عليهم أن يصلحوا القوة الجوية النظامية بدل من أن يقوموا بتأسيس قوة جوية أخرى موازية للقوة الجوية، وفي كلا الحالتين لم يتم بناء قوة جوية حقيقية في العراق ما دام هناك تضارب ما بين مؤسسات الدولة وهناك ضعف حكومي في مواجهة هذه المؤسسات. إذن ربما دكتور عبد الوهاب ربما هذا يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه يحمل دلالات عسكرية وأمنية، بمعنى أنه هناك قرار بدمج هذه الميليشيات، قرار حكومي بدمج هذه الميليشيات، ولكن يبدو أن السيد عادل القائد العام للقوات المسلحة عبد المهدي ليس له أي سلطة فعلية على أرض الواقع، والدليل أننا الناس هناك ذاهبة باتجاه إنشاء قوة جديدة هي القوة الجوية. ما قيمة هذا القرار إذن؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال دعني أوضح نقطة، أن الأجواء العراقية هي مسؤولية القيادة الجوية المركزية الأمريكية، أي أن مسؤولية الأجواء العراقية على وفق اتفاقية الصوفة بين الولايات المتحدة والعراق، مسؤولية الأجواء هي مسؤولية الولايات المتحدة. أي خرق لهذه الأجواء إن لم يكن بموافقة الحكومة الأمريكية أو القيادة الأمريكية يتم التعامل معه، ومن هنا فإن الاختراق الذي تم مؤخرا من الكيان الصهيوني كان باطلاع وبعلم وبموافقة من الولايات المتحدة، وكذلك أي خرق جوي من اتجاه إيران إلى العراق إذا ما تم السكوت عنه فهذا يعني بأن القوات الأمريكية هي التي سكتت عنه. ليس هنالك للعراق أي إمكانية ولا قدرة ولا تنظيم للسيطرة على أجوائه. هذا من جهة. من جهة ثانية نأتي إلى سؤالك. أنا لدي سؤال أو يعني استغراب حقيقي. من الذي يتيح لنائب قائد قوات الحشد أن يصدر أمرا بتشكيل قوة فرع من أفرع القوات المسلحة؟ والأمر الذي أشير إليه 2014 الذي هو صدر عندما تشكلت ميليشيات الحشد في زمن نور المالكي وحكومة عادل عبد المهدي مكتوفة اليد، رئيس الوزراء مكتوف اليد، ليس له أن يحل وليس له أن يرى، أصدر أمرا بإلحاق الحشد الشعبي بالجيش، لم ينفذ أي من 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 هذا. التحاق قوات الحشد الشعبي بالجيش يعني عمليا أنها ستكون جزء من القوات المشتركة التي تسيطر على مقاتلة ما يسمى بالإرهاب في أرض العراق. نحن هنا إذا مفارقة، لكن بنفس الوقت نحن هنا إذا قرار إيراني بعيد المدى وهو إلحاق الساحة العراقية بالساحة الإيرانية لإعطاء عمق استراتيجي لإيران ولجعل أي معركة مستقبلية تجري ضد إيران ستجري على أرض العراق، وأن الشعب العراقي هو الذي سيدفع من أمواله وكرامته ودولته ودماء أبنائه ثمنا لحماية دولة الولي الفقيه الجار. نعم، اسمح لي دكتور أتوقف هنا يعني عن طبيعة هذا الصراع الذي سيكون على أرض العراق، ولا سيما أنها معركة غير متكافئة في الحقيقة، يعني حتى هذه الميليشيات التي ستقاتل الأمريكان أو تشتبك مع الصهاينة لا تمتلك قوة حقيقية على أرض الواقع. إذا كان السؤال موجه لي نعم. يعني هؤلاء لم يوضعوا يعني تحت التجربة الحقيقية للقتال. هم عندما قاتلوا قوات داعش قاتلوها بغطاء جوي أمريكي واضح، وكانت هنالك القوات المسلحة العراقية أو الجيش العراقي موجودا، هم كانوا كما يقال ردفاء في ذلك الوقت. نعم، نعود لسيادة العقيد الذي يحضر معنا في استوديو الرافدين للحديث عن مدى ارتباط هذه الخطوة بإنشاء منظومة دفاع جوية بإعلان أو محاولات عبد المهدي لضم الميليشيا للجيش العراقي. نعم، أستطيع أن أقول بأنه طالما حاولت الحكومات السابقة والحالية التغطية على مسألة الحشد الشعبي بأنه يأتمر ضمن المنظومة الحكومية، وحاولت أن تغطي على كثير من الإشكالات التي كانت في السابق، ولكن ما أن أصبحت هذه القوات على المحك في مسألة
تطبيق القرارات التي تصدر، حتى رأينا كيف ارتفعت الأصوات بأنها لن تنفذ القرار الذي صدر من قبل عادل عبد المهدي اللي هو 237. أنا أعتقد بأن هذا القرار هو أصلا غير قابل للتطبيق لإشكالات كبيرة، إشكالات تنظيمية وإشكالات عقدية في هذا القرار. أولا، لا تستطيع أن تقطع صلة هذه المنظمات أو الميليشيات المؤدلجة التي ترتبط بمرجعيات دينية متعددة من خلال قرار يصدر من رئاسة الوزراء. هذه لها ارتباطات عقدية منذ عام 1980 وإلى يومنا هذا، فمهما حصل ستبقى تأتمر بإمرة مرجعياتها الدينية. المسألة الأخرى، أنت تتكلم مع قطاعات عسكرية، نستطيع أن نقول هذه القطاعات هجينة، هذه القطاعات غير مدربة، وإنما هذه القطاعات جاءت لتلبية نداء صدر بفتوى دينية طائفية في مسألة مواجهة تنظيم الدولة. كيف لك أن تأتي لكي تضعه ضمن منظومة عسكرية تخضع لكثير من السياقات العسكرية وتخضع لمنظومة قيادة وسيطرة متكاملة؟ أضف إلى هذا بأنه الإشكالات الأخرى بأن هذه القوات الرديفة دائما تأتي لرفض القوات المسلحة ومساعدتها وتنتهي بانتهاء الظرف الذي يمر به البلد، ولكن هذه الميليشيات كسرت جميع هذه الحواجز، إضافة إلى ذلك بأن القوات المسلحة ممنوعة من المشاركة في الانتخابات، هذه الميليشيات شاركت في الانتخابات وسيطرت على كثير من المقاعد. هناك إشكالات حقيقية في مسألة الحشد الشعبي بأنه هو من يسيطر على الأمور في داخل العراق وهو من يتصرف ضمن هذه المنظومة. هذه القرارات التي صدرت هي عبارة عن حبر على ورق ينفذ الحشد كثير من الفقرات التي تصوب في مصلحته، أما القرارات الأخرى فيضربها عرض الحائط، وهذا ما حصل في زمن العبادي وحصل الآن في زمن عادل عبد المهدي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. ونشكر أيضا ضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب القصاب الزميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الذي كان معنا عبر الهاتف.